السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناة الساهر الرحال. عدد كبير من الناس يجهلون معنى رمز سماوي ورمز جانبي أو جرن سماوي أو جرن جانبي، سيال سماوي أو سيال جانبي وغير ذلك من هذه المسميات. تلك الفئة من الناس الذين يجهلون هذه المسميات هم من المبتدئين في الغالب، ومع الأسف حتى بعض من لهم باع في مجال علوم الآثار والتاريخ بشكل عام لا يتمكنوا من التمييز بين كثير من هذه الرموز، وأكثر من ذلك يجهلون حتى الفرق بين دلالات كل من النوعين، ويخطئون في التعامل مع بعضها حينما يصادفونها لأول مرة، وأحيانا حتى لو ترددوا عليها عشرات المرات. يفضل في البداية أن نأخذ مثالا على صخرة ونحدد القسم السماوي منها والقسم الأفقي كما يحلو للبعض تسميته، وهو نفسه الجانبي. باختصار، سطح أي صخرة من الأعلى هو الجزء السماوي منها، وأي إشارة تقع عليه وتتجه إلى السماء فهي سماوية، أي إذا نظرت إليها من فوقها بشكل عمودي تماما فإنك ترى ما بداخلها بشكل كامل وترى جوانبها كاملة، هذه تسمى إشارة سماوية. أما السطح الجانبي للصخرة فهو ببساطة أحد جوانبها، والتي من المعتاد أن لا تتجه إلى السماء بل عمودية على مستوى الأرض، ومن البديهي أن أي إشارة تقع على أحد هذه الجوانب فهي جانبية. بشكل أكثر تحديدا، ما دلالات الجرن السماوي وما دلالات الجرن الجانبي، وبماذا يختلفان عن بعضهما؟ وهذا ما يهمنا، لن أطيل. يوجد فرق رئيس بين الجرن السماوي والجرن الجانبي. فالجرن السماوي يعني ضرورة تحديد قياس قطر وعمق، ثم أخذ قياسات ومسافات بين الإشارات المتتابعة، بينما هذا الشرط لا يلزم في حالة الجرن الجانبي. أعني بذلك إخوتي الأفاضل وأركز عليه بشدة، جرن سماوي قطره 15 سنتيمتر مثلا وعمقه 12 سنتيمتر، يتوجب أن نحدد المسافة بينه وبين إشارة أخرى تقع حوله وباتجاه المميز منه، وعلى مسافة تعتمد على قياس قطره، وهذا من البديهيات. لكن لو كان جرنا جانبيا قطره 25 سنتيمتر وعمقه في جانب الصخرة 18 سنتيمتر أو أقل أو أكثر قليلا، فإن قياس هذا القطر أو العمق لا نعتمد عليه في قياس مسافة بين هذا الجرن ونقطة أخرى تقع حوله أو أمامه، بل نبحث وفي كثير من الحالات عن فجوات صناعية أو فجوات صناعية وفراغات صناعية تحته، أو في حالات قليلة أمامه بمسافة ليست كبيرة، ولا تعتمد هذه المسافة على قياس قطر هذا الجرن الجانبي. في حالة الجرن الجانبي بشكل عام، فإن التحليل يعتمد على نظر الخبير وبصيرته وخبرته، وكيف يحدد الهدف أو مكان التجويف المهم الذي يدل عليه الجرن. أعطيكم مثالا، في إحدى الحالات وهي حالة واقعية، وجد أحدهم جرنا مخروطيا جانبي قطره 10 سنتيمتر وعمقه 7 سنتيمتر في جانب قص صخري منخفض ارتفاعه عن مستوى سطح الأرض لا يتجاوز نصف متر ويقع في سفح جبل، ولدى البحث تحت الجرن مباشرة تم العثور على بئر أثري تحت القص مباشرة. هذا البئر مغلق ببلاطة صخرية سمكها 25 سنتيمتر، وتغلق البئر بإحكام، وكانت المسافة العمودية بين الجرن وسطح البلاطة 30 سنتيمتر بالضبط. إذن قياس قطر الجرن لم يكن له أي فائدة في الوصول إلى الفراغ هذا، بل اعتمد في ذلك على وجهة نظر الخبير.
في حالة أخرى وواقعية أيضا، ويؤسفني أنني لا أملك لها صورا، لا هذه ولا التي تسبقها. الجرن الذي يسميه البعض جرن الجيب، ويأتي بشكل جانبي، تم العثور على مدخل المغارة التي يدل عليها هذا الجرن أمامه بمسافة 8 أمتار، علما أن قطر الجرن أو طوله كان 16 سنتيمتر وعمقه في الجدار 4 سنتيمتر. مع أن البعض يصر وبشكل غريب جدا أن المغارة التي يدل عليها جرن الجيب تقع خلفه وبمسافة لها علاقة بعمقه أو بعمق الجرن في جدار الصخرة، ولا أدري سبب تمسكهم بهذا المدلول الخاطئ. الآن النقطة المهمة أكثر، ما فائدة أن يكون الجرن الجانبي متقنا ومملسا وأحيانا يكون كبيرا، يعني قطره 30 سنتيمتر أو 40 سنتيمتر أو أكثر من ذلك؟ هنا إخوتي الأفاضل يعطينا هذا الجرن دلالة قوية، فهو ملفت للنظر ويجب أن يقع في منطقة أثرية وعلى قص صخري مرتفع بحيث يرى من بعيد، لذلك يشير إلى وجود شيء ثمين إما تحته في مغارة أو بئر أو تجويف غني جدا، وهذا أولى وحسب نظرة الخبير الذي يعاين الموقع. وأحيانا أمامه إذا كان يوجد أمامه تلة قريبة جدا أو سلسلة صخرية مرتفعة ومميزة، وهنا أيضا رأي الخبير هو الذي يعتمد عليه وليس القياس، وأركز وليس القياس. الموضوع هنا إخوتي طويل جدا ومتشابك، فهناك إشارات أخرى تكون جانبية ومرتبطة بالجرن الجانبي، قد يكون لها دور في التحليل كما تشاهدون في الصورة التي أمامكم الآن، ودور السيال الذي يخرج من زاوية الجرن الجانبي، حيث يشير إلى إشارة مهمة ليست مرتبطة بالجرن ولكنها رئيسية ومهمة أيضا. سنستمر في تناول هذه الموضوعات وأمثالها كلما تسنى لنا ذلك، وصولا إلى نتائج رائعة لديكم إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.